السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعينا الكرام، واحد البشارة خير للناس ديال دور الصفيح، مشروع البساتين، المسجد الأشغال على قدم وساق. اللهم بارك، اللهم يسر يا رب، بناية اللي غتزرع الطمأنينة والسكينة في نفوس ساكنة مشروع البساتين وما جاورهما. مسجد مميز، مسجد بمواصفات مميزة، وحنا كنتواجدوا بالسيكتور 6. غنعطيكم آخر المستجدات المتعلقة بملف قاطني دور الصفيح بمدينة تمارة. اليوم وحنا كنتواجدوا في مشروع البساتين على اليسار ديالنا السيكتور 5، وقدامنا مشروع الريف، وعلى اليمين ديالي غادي ندوز على السيكتور 7 جي اش 7. مشروع البساتين يستقبل اليوم مجموعة من الأسر اللي كيلتحقوا بالشقق ديالهم وكيدخلوا الرحيل ديالهم اليوم بعد ما سواوا الوضعية ديالهم وقادوا الوثائق ديالهم. الله يدخل عليهم السكنة ديالهم بالصحة والعافية وطولة العمر يا ربي. دائما متتبعينا الكرام، وحنا الآن كنتواجدوا بالجنبات ديال السيكتور 6 في المسجد. تبارك الله ما شاء الله، هو غادي في واحد التقدم، الله يبارك والله يسخر الامور. اكيد غيكون عندنا طابق الاول والطابق الثاني، امورات اللي غتكون مميزه ان شاء الله. فالسيكتور 7 كما كتشوفوا معايا، الناس تبارك الله، الناس بدات كتدخل في الرحيل ديالها، اللهم بارك. الناس بدات كتدخل في الرحيل ديالها، اللهم بارك، الله يسخر لهم ليهم، اللهم بارك. هادشي الاخوان كيبشر بالخير، هادشي يعني هادشي اللي بغينا. احنا بغينا الناس بدا يلتحقوا بالشقق ديالهم والامور تمشي بسلاسه. هادشي علاش كنقولوا الانسان ما يبقاش يعني يدفع مثلا 2 مليون ولا هذا ويجلس، ندفع 2 مليون نواكب الامورات ديالي. ها الناس تبارك الله بداو كيلتحقوا دابا بالشقق ديالهم، الناس بداو كيلتحقوا بالسكن ديالهم. هانتوما كتشوفوا الامورات الاخوان كيفاش غاده هنايا في السيكتور 7 هنا. فتبارك الله ما شاء الله، صور حصريه. هانتوما كتشوفوا الاخوان عاوتاني هنايا، الله كيدخلوا في الثلاجه والحويجات ديالهم. فكما كتشوفوا معنا مباشرة من السيكتور 7 جي اش 7، الناس بدات كتلتحق. انا الان كنتواجد امام العمارة رقم 13، وهذه العمارة 15 و 14 اللي كانت شوكة. فكنشوفوا الرحيل مازال يتوافد على مشروع البساتين، الناس كتلتحق كما قلت لكم بالشقق والامور راه غادي الحمد لله. اليوم كما شفتوا معنا عملية الهدم اللي كانت اليوم، يعني كانت واحد العمليه هدم كبيره بارقام كبيره، فنتمنوا من الله الخير والتيسير. فكما كتشوفوا معنا هنايا كذلك كنشوفوا رحيل اخر هنايا. تحيه للساكنه ديال البساتين، كنشوفوا صراحه امورات اللي مميزه. الله يسخر يا ربي للجميع، الله يسخر، هادشي اللي غنقولو، الله يسخر للجميع. المسجد الله يباركه والاخوان، مسجد ممتاز، مسجد رائع هنا في القلب ديال مشروع ميموزا بساتين، في القلب ديال مشروع ديال البساتين. وهادي هي الاجواء مشروع البساتين كما كتوضح لكم الصورة، اجواء هادئة، اجواء عادية جدا. امور صراحة كنتسناو فارغ الصبر هاد المحلات التجارية ان شاء الله، يعني تشمل مجموعة من الانشطة هي الاخرى، بحال البقالة، بحال الحلاقة، بحال بزاف الامور ان شاء الله غنشوفوها ان شاء الله باذن الله. غنشوفو بزاف ديال الحويجات اللي غتكون مزيانة، فنتمناو من الله الخير والتيسير، والله يسخر الامور، الله يسخر الامور. هذا هو اللي كاين مشروع البساتين السيكتور 1 هنا ميموزا، وهنا الرياحين، واكيد اكيد الكل ينتظر بفارغ الصبر لحظة تسليم الشقق كذلك ديال الرياحين والياسمين. ومن هذا الفيديو كنبغي نقول للناس ديال الياسمين والرياحين يبادروا في الدفوعات ديالهم باش على الاقل ما يتعطلوش فيما يتعلق في عملية الهدم ويلقاو راسهم مزيرين مع الوقت. فهنا كنبغي نقول للناس مني تخلص 2 مليون وترجع للوثائق ديالك، دير واحد اسبوع او اسبوعين وترجع عند النوطير، تمشي لابونك، يعني بنادم يتبع الملف ديالو، نتبع الملف ديالي فين وصل باش الامورات تمشي مزيان.
هذا هو اللي كاين الاخوان، نتمنوا الله الخير والتيسير. حنا الان كنتواجدوا في الطريق الوطنية رقم 1 شارع الحسن الثاني. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.